السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت كل يوم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كروس خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نلعب أول تيم لنا بالبي في بي مع ديان، اللي هو هذا التيم اللي أنا فكرت فيه. التيم هذا هلا هو غريب وممكن ما ينجح ولا واحد منهم، بس حبيت أجربه. اللي هو أنا حاطط إنه حسيت آخر فترة كثير ناس عم تعمل رش ألتيميت، مشان هيك حطيت معي ترمي سوري لود درول الاخضر الباسيف تبعه ابلاي ان التيميت موف ديسيبل افكت فور تو تيرنز، يعني اذا اللي ضدي جاب التيميت ما راح يقدر يستخدمها لمده لفتين، وعنده هي الحركه كمان لا باس بها مفيده، ديسيبل باف اند دي باف سكيل عشان ما حتى يقدر يعمل يشيلها، يعني يعمل دي باف مارجريت. واخر شيء عنده حركه بتعمل دتنيت، والالتيميت تبعه طبعا بتعمل شارج اول نفس درول الازرق تضرب الكل، دمجها لا باس به وقويه. طبعا اوريدي احنا بنعرف الباقي شو بيعمل، وانا حطيت ورا استرسه مشان الاميونتي، انه اثنين عندي بيعملوا تونت بقى اميونتي. هلا انا كنت عم فكر روح التيميت رش، بس انه ديان ليفل 1 بقت لحالي ما بعتقد راح تكون مفيده الالتيميت تبعها، بس الاثنين هدول 6 يعني خلينا نجرب اول شيء سي سي فود ونشوف. هلا بصراحه انا ما السي سي تبعي جدا عادي 331، يعني مو واو ابدا، فاكيد في ناس راح تلعب ضدي اعتقد اعلى مني بالسي سي، فخلينا نشوف. خاصه انه انا اصلا بالاساس طبعا كله حاط لهم اتش بي ديفنس الا ترميل ديفنس. اول تيم طلع ضدنا ملائكه، شو بدنا نعمل ضده؟ هلا بصراحة عم فكر أول شي نعمل هاي و من نضرب ليز. هلا هو أول تيمو كمان ترى بيعتمد على الالثي، وبيعتمد انه ما يموت. مين حاطط ورا هو لحتى اخذ ديفنس؟ هي اللي اخذها، شو هي؟ حاطط حدا غريب ورا هو. ده بوت، بس انا هلا صار عندي ريزيست. صح انا عم اقول مين هذا لدسيال قصدي اللي عندي، الشخصيه اللي عندي هي اللي عم تعمل هالشيء. نعمل يلا بنعمل هيك، ما راح ينشال الدرع، بس هيك جبنا التيميت وما راح يقدر يعمل شيء مشان يروح الالتيميت تبعنا. بس المشكلة ما عم يطلع لنا كروت تونت. هلا لازم اروح له الالتيميت تبعه، لانه حتى لو مات بدنا نروح له الالتيميت. او لحظة قبل ما نعمل هيك بنضربه هاي الضربة، بعدين بنضربه هاي الضربة. فنزح حدا مات فيهم. هلا الحلو انه كلهم زرق، بس ما بعتقد هاي لحالها تقدر تقتل. ايوه، فنحن اول شيء بنعمل دتنيت اللي هي بتعمله دمج مرعب. اذا عليه شلنا الاوربات منه، ممتاز. كم رجع من اتش بيو يا عفو الله، كم رجع من اتش بيو. لا هو حاطط شيء، في شيء غريب عنده. جاب التيميت مرة ثانية. استن. جاب التيميت باثنين. هلا أول شيء خلينا نشوف هو اللي عامله شو هي بالضبط. أي شو؟ ريزيستنس انكريس. هي أوكي. هلا بنعمل اول شيء للز هاي، بعدين هاي. اوكي
بيشنت. ليش بيشنت؟ ليكون هذا عن جد حقيقي. ليش بيشنت؟ هذا شغل رش التيميت للأسف ما عندي اياها. كان الحركة التيم كله اللي انا عامله ما زبط بسبب الرش التيميت. شايفين ليش ما بحب الرش التيميت انا؟ لانه كل النوبات اللي بتلعب ضدي يعني حتى البوتات رش التيميت. حرام لو جاييني كرت، لو جاييني كرت بس شو اسمه، لو جاييني كرت بس تبع تبع درول كنت قدرت امنعها انه تعمل شو اسمه، تعمل ديباف، ديباف ريموفال اللي هو الحركة تبعها. ساعتها كنت كتير بيرفكت. تيم اللي اوتو بيلعب فيه ضدي حلو، بس هلا ما في بفات. هلا شو نعمل اول داء؟ نعمل هاي و هلا نحط الثانية. والله ما في داعي نعمل هيك، بس نحط هاي مبدئيا مشان ما نخليه يستخدم الكرتين تبعاته ل جوثر. المشكلة ما عم يجينا تونت، المشكلة ما عم يجينا تونت. يعني لو بيجينا تونتات كتير شوف نص اتش بينا راح. هلا نبلش بمين؟ نبلش بهاد هيك. اوه ده حلو و يلا منيح ما في يعمل التيميت. شايفين شايفين النوبات اللي بيلعب ضده دائما شو بتعمل؟ لا ورانكا جيب التيميت. نحن نجيب التيميت نعمل له هيك لهاد، لانه هلا هو راح يقدر يضرب الالتيميت تبعه. وبنعمل هيك انه هلا راح يصير اميون، عشان هيك بقى بنضربه. وهيك احنا جبنا التيمتين. هل راح يقدر يقتلها؟ يا رب ما يقدر. يلا منيح اي او اي، ما بعتقد تقتل اي او اي. منيح ما قتلت. هلا بنشوف بقى اذا هاي زائد هاي زائد هاي تقتل ولا لا. اوه والله عملت دمج حلو 1 6 وهيلتنا شوي. المفروض هي تقتلهم. ها مارغريت ورا. شوف شوف الجولد اللي عم يجي. يا والله المسخره. على كل حال لا بس لحنا عنا حركات بتكنسل شو اسمه، راح نضل نستخدمها عليه. وهلا بنعمل هاي مبدئيا. انشالت. ما بعرف انه لو لحالها ما راح تشتغل. والله اشتغلت للاسف. لون هلا شو بدنا نعمل؟ نعمل هيك، نعمل هيك ولك قبل، نعمل هيك، نعمل هيك
بعدين هيك انا غلطت بس يلا مو مشكلة. ايوه المفروض كنت اعملهم بالعكس بس انا ما عاد اجاني منها. بس يلا هلا عندي نعمل هيك وبنعمل هيك. قتلناه. هذا بعتقد 90% حقيقي، 90% حقيقي الشخص. فزت جيم بعد التيم. ما ف... لا مو حقيقي، والله ما بعرف شلون. لعبة التيم كنت مو سيء. حتى البوت عم ينسى حقيقي. يلا على كل حال، خلينا نلعب جيم ثاني. يا والله مسخرة. لكن المشكلة البوتات صاروا متعلمين يعملوا الت راشي يا زلمة. شفت شلون بلفة تانية جاب التيتين؟ اوه هذا التيم اللي انا بصراحة كثير بخاف. اوه ليش؟ يسلموا بس ليش؟ قالك هذا بده يفضلني. يسلموا على الفوز. يلا جيمين تانياتو حاجة. يا رب يطلع نفس الزلمة وينسحب مرة تانية. نفسه. يس ثانك يو. شايفين فريق من كثر مو قوي اللي ضدي خايف يلعب، خايف يلعب. هلا هو بصراحه الفريق اللي انا ملعب فيه كثير قوي، بس اذا شو بعمل، شوف اذا شو بعمل. هلا ضد كيو منيح اني حط استروسا، انا مشان هيك حط استروسا مشان كيو، ومشان اذا بده واحد يشيل الالتيميت قدر، اذا عملت تونت شيل الالتيميت. بس اذا بدك عن جد هذا الفريق يكون قوي بدك تحط ورا شو اسمه، بدك تحط ورا جليتندر الاحمر او الاخضر وتحط دفاع مشان ساعتها عن جد يصير فريقك مرعب. تعال نجربها مره. يلا ريزيستنس ولا ديفنس؟ هلا المشكله انه الديانو بتعتمد على الديفنس، تعتمد على الاتش بي بس. يلا والله تعال وينها. ديفنس ديفنس ديفنس. وين ديفنس بتكون موجوده ليكا؟ ونحط هون. وينه جلي ثندر الاخضر؟ بيرفع ديفنس ريت الساس 30%، بس انا بعرف انه الاحمر كمان بيعمل شيء مزعج جدا، يمكن اكثر من 30. معقول جلي ثندر الاحمر هذا increase resistance for each orb of the hero. لا لكن الازرق increase speed attribute ally defense by 60%. بس هو هلا ما عندي غير واحد والله، بس هو هذا الواحد هو اللي بدنا نرفع له دفاعه. بس شوف ما شاء الله كتب مهتم فيه. انا مو لا لا خلاص خلينا نحط كيلي ثندر الاخضر. نرفع له سوبر اويكنينج. شو بيعمل الريليك تبعه؟ increase hero resistance crit chance crit defense by 4 of each orb on the hero ultimate move gauge increase by additional. عليه بس ما استفاد منها شيء اذا هو كان بالسب. نحط له صوت تبع استرسا، دام شلنا منه استرسا. مين نحط له؟ له واحد اتش بي ودفاعه حلوين. سكانور اسمه لا حاطينه. ليش حاطط هذا عليه؟ ممكن اعرف
انه بيعطيه شيء. شو بيعطيه؟ بيعطيه اتاك. يلا منيح. مين نحط عليه؟ نحط عليه يلا ذوان. بعدين نحط على ذوان. لا والله ممكن كنا نحط عليه ليز. ميتين وستة وتسعين. كتير 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 قليل الدفاع تبعي. يلا هو جيم للتجربة، خلينا نشوف. يا بننزل بثانية يا بنربح. أو مو بنربح، ولا 90% ما راح نربح، بس بنخلي اللي ضدنا ينتحر. والله ممكن نحط درون على اليسار مشان إذا الكرت تبعه يندمج بأول لعبة. طلع ضدنا شخص حقيقي بأول جيم. أوه ليفل 2، يا رب ما يقتلني. هلا هو ممكن يفكر انه انا حطيت ايفيجن فود بقى يستخدم حركه جوثر اول شيء، الا اذا كان نوب حيضرب ثلاث ضربات. حيضرب ثلاث ضربات طلع نوب. بس زبطت معه لانه نوب. بس ليش هي الضربه مو الضربه الثانيه؟ ممكن اعرف. يلا نعمل الحركه تبعنا، نعمل هيك هيك وهيك. ناني كاشيرا نينو كاكيناي ديو ني. اوه ممتاز، هلا فينا صار نجيب الالتيميت فيه. ولا طبعا احنا ميون بقى، حتى شو ما بده يعمل ما حينفع. حلو طلع له رانك اب ليفل 2. بيشنت. بيشنت. نعمل نضرب هذا ضربة وهذا ضربة. والله نكملهم كلهم عليه. يلا بس هنجمعهم. شايفين الهليكوبتر اللي عم يصير هون؟ هات لي انسحب اللي ضدي. يا عفو الله التيم شو توكسيك، يا عفو الله التيم شو توكسيك. يعني لا التيميت في جيب. هلا ممكن الدرول الازرق يكون احسن للمعلوماتكم، لانه الدرول الازرق في حجر كمان، عندك شغله جديده انك انت فيك تحجر اللي ضدك، عرفت كيف؟ وعنده تونت منه فيه. بس هذا التيم انه حتى التمت ما في جيب اللي ضدي، انت ما عنده. يعني الشخصيه الوحيده اللي ممكن تزعجني بالتيم اللي ضدي هي شو اسمه؟ هي اللهم صل على النبي، شو كان اسمها؟ مارغريت، اللي هي لوديسيا مارغريت، هي الوحيدة انه بتشيل الديبافات. اي شخص لا ما حدا انه بيستخدم شخصية بتشيل الديبافات الا مارغريت حاليا. فالشخصية الوحيدة اللي ممكن تكونتر فريق هي مارغريت. يعفو الله الفريق، يعفو الله الفريق. بس حاجة ما بيطول عليكم اكثر من هيك، بعمل فيديو ثاني على الفريق نفسه. اذا وصل هذا الفيديو 30 لايك بنعمل فيديو تاني إليت، لأنه أنا بتعرفين أنا ما بحب البي في بي، بس إذا بدكم نعمل مشانكم فرق هيك نقعد نستفز فيها الناس. أحسن ما أحاول فوز، لا بقعد نستفز الناس حتى لو خسرت ما عندي مشكلة. بس هون بكون وصلنا هذا الفيديو، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيه. استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، تشوفوا معنا بالقناة شخصهم كل جديد مني، وشوفوا مع خير فيديوهات تانية. مع السلامة.